مساء الخير على كل المشاهدين. حلقة النهاردة مهمة جدا عشان هنتكلم عن أهم موضوع لكل مربي الكلاب والقطط، وهو هل الكلاب والقطط تساعد عن انتشار فيروس كورونا إلى البشر؟ احنا طبعا هنتكلم عن الموضوع ده عشان كلنا ناخد الاحتياط اللازم، لأن طبعا فيروس كورونا ملوش علاج. والمهم دلوقتي انك لازم تكمل الفيديو للآخر عشان الإجابة هتكون نعم ولا. ندخل في الموضوع. الإجابة حسب تقرير منظمة الصحة العالمية على موقعها في إبريل الماضي، إن الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط حتى الآن لا تساعد في انتشار فيروس كورونا، لكن حذرت أيضا من التعامل مع الحيوانات في المنزل إذا كان الشخص يعاني من فيروس كورونا، لأنهم اعتبروا فروة الكلاب والقطط مثل باقي الأسطح، من الممكن بقاء الفيروس عليها لمدة ساعات وأيام، وهذا ممكن يسبب الإصابة بفيروس كورونا عند ملامسة الكلاب أو القطط التي سقط عليها بعض قطرات محملة بفيروس كورونا. لذلك قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح للتعامل مع الكلاب والقطط، وهي غسل الأيدي جيدا بعد اللعب معهم، محاولة منع الكلاب والقطط الخروج من المنزل حتى ينتهي فيروس كورونا. وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير وتفعيل الجرس.